ضيفتنا لليوم قدرت انه تخلي مو بس اللون يحكي، كمان الخشب والحجر يحكي ويعطي اشكال جميله ومتميزه. تماما سلمى، واليوم ضيفتنا يارا القراء قدرت من خلال هي الزينه انه تضيف رونق خاص وابداع بكل بيت وبكل مكان، وخصوصا بشهر رمضان المبارك. يعني هلا رح نستعرض هي الزينه كلها والاعمال الابداعيه يلي منشغل ضيفتنا لليوم. يارا القراء يسعد صباحك يارا. صباح رمضان كريم. صباح الخير عليكم. صباح الخير، ينعاد عليكي رمضان كريم. رح نبلش دغلي معنا اشكال كثير واحجام والوان وشغل جميلة جدا. خلينا نبلش بالشيء اللي استخدمتيه مع الحجر، نحكي عنه شوي وعن هاي التفاصيل. أنا لوحاتي خشب مع حجر، حجر البحر طبيعي، بجيب الحجر من البحر بلونه وبطبقه على لوحة الخشب اللي أنا بكون راسمتها قبل. كمان عم نشوف يارا، خلينا نستعرض بعد إذن الكاميرا إنه تجربتك هون، يعني من وين أنت عم تستوحي هي القصص؟ عم نشوف كتير شغلات غريبة، حاطة حجر البحر مع ألوان مائية، في كتير قصص يعني حلوة هون. منين عم تستوحي هاي الأفكار؟ شو بيخطر لك؟ الحقيقة أنا أفكاري بستوحيها من المناسبات اللي بتمر علينا كل سنة، الأعياد، من ديكور البيت، من ذوقي الخاص طبقه على كل لوحة. تمام. مثلا هاي اللوحة اللي هلأ رفعتيها هي تمام. لوحة بتخص عيد الأم، بتمثل الأم وأولادها، مكتوب I love you mom، يعني بحبك ماما. في عنا لوحات لرمضان، هلأ بما أنه شهر الفضيل بلش سويت لوحات لرمضان احتفالية بعيد رمضان، فينا نزين فيها كل بيت. يعني مثل ما شايفة هي من الخشب، ويمكن هي بقايا هي سي دي، مثل سيديات. صحيح. سي دي هي فيها حدا يعملها بقلب البيت، يعني هي مانا صعبه. مزبوط. ممكن تنشغل بقلب البيت. مزبوط. وبتصير زينه مميزه. صح. حتى تكلفتها اقل، يعني هلا عم نشوف. صح. يمكن الزينه كمان صارت عبء اضافي على البيت. قد ايه كشغل يدوي هي؟ صح بتاخذ وقت طويل، ولكن قد ايه موفره عن الشيء اللي برا؟ هي موفره بس بنفس الوقت يعني بدها شغل، بدها يعني متعبه، فيها قص بشكل معين وتلزيق وهيك. كمان يارا عم نشوف انه اليوم كثير هي الزينه مطلوبه بشهر رمضان المبارك، فقد ايه اليوم عدد المهتمين؟ يمكن ما في عدد، بس قد ايه لسه هذا الطقس محافظ على رساخته ووجوده ببيت كل حدا سوري اليوم؟ مزبوط. هلا شهر رمضان بيتميز بزينته، بفرحه، بالزينه الفرايحيه الموجوده بكل بيت. بتلاقي كل سيده بتجي بتزين بيتها من بدايه الشهر وحتى العيد باحلى الزينات، بالفوانيس، بالهلال، بالقصص الرمزيه لشهر رمضان مثلا. ايه، فهذا الشيء توارثناه من الاجداد لهلا، وبقيان هذا التراث تبع زينه رمضان والتزيين بالاضاءه خارج البيت جوا البيت. صحيح، هذا الرمز الأهم. هلا قبل شوي كنا عم نشوف تقرير عن فانوس رمضان، قد ايه يمكن الفانوس ارتبط وانت هون دخلتي بصمتك الخاصة، يعني مزبوط. شايفين الحجر اللي هو شيء بيميزك عن الكل، كمان هذا حجر بحري. صح، حجر بحري، أنا بدخل حجر البحر بكل أعمالي. يعني هي البصمة الخاصة لحضرتك. بصمتي المميزة بالأعمال، ايه بدخلها بكل القطع اللي أنا بساويها تقريبا. هون عندنا لوحة مكتوب عليها First My Mother Forever My Friend، شو خطر لك بهي اللوحة انه تحكي؟ يعني هي خاصة بعيد الأم هلا؟ طبعا ولا هلا انت بضلوا موجودين عندك؟ لأنه بلش قريب عيد الأم، صار قريب عيد الأم، فعملت كذا لوحة بتخص عيد الأم. وهون أنا ما لونت الحجر، حطيت الحجر تماماً بلونه الطبيعي. تماما، عم يحكي لحاله، عم يحكي لحاله. صح. انه الأم هي بتكون أمك بالبداية، بس هي صديقتك الأبدية لآخر عمرك. تماماً. صحيح. العبارة كتير حلوة وبتعبر عن عاطفتك تجاه أمك القوية. أكيد. كمان هلال شهر الفضيل كمان بشكل مميز، والبصمة الخاصة اللي عم نشوفها بأغلب الأعمال هون، كمان مو بس الحجر، كمان الصدف. مزبوط. ودخلتي الكتابة. صح. هلأ أنا مثل ما شايفة في أعمال مستخدمة فيها بس تلوين للحجر، في أعمال مستخدمتيها لحتى تكتبي عليها عبارات، يعني تخططي عليها. لونت وكتبت عبارات كمان. الحجر هون أنا ملونته وكاتبة عبارة فوقه. يعني خليني اقول هي شيء كثير اليوم مهم، بيظل هذا الوقت اللي صار فيه كثير عنا
بيشتغلوا شغل يدوي. صح. برزتي بخطك الخاص. مزبوط. قدي صعب اليوم يمكن يكون لكل حدا، وخصوصا صارت هلا موجودة كتير اليوم، كيف بتروجي، كيف بتحافظي على بصمتك الخاصة برغم وجود كتير منافسين حاليا؟ هلا انا اعمالي بتتميز ببصمه خاصه مثل ما شفتي، هي الحجر وتلوين الحجر. يعني انا ما حبيت اشتغل الرسم بالالوان التقليديه، يعني يكون لوحه مرسومه بالوان تقليديه بتحسيها هذا الشيء موجود منه كثير. قد ما تكون اللوحه مميزه وتاخذ وقت ومن فنانين مع احترامي للكل، بتكون فيها شيء من الجمود او التكرار، بس لما بتدخلي الحجر يعني بترسمي بواسطه الحجر هذا الشيء مميز، يعني ما بتلاقي منه ابدا لا بالسوق ولا بغير محل. صحيح. فهذا يعني الشيء اللي بيميز اعمالي. كمان شايفين انه عندك صبر وطولة بال، ويمكن صح. هذا الشيء الاساسي للاستمراريه باي مشروع اليوم، ولكن اي مشروع اليوم ما بيخلى من المشاكل والمصاعب. شو هي المصاعب اللي بتواجهك خلال تنفيذك لهذا المشروع؟ الحقيقه المصاعب يعني ما في كثير مصاعب كبيره، بس في بعض المصاعب مثل ضيق الوقت. يعني مثل ما شفتي انا اعمالي بتتطلب كثير صبر وجلد، يعني تمام. تلوين الحجر، تاسيس اللوحه، رسم اللوحه قبل ما تطبق الحجر، بعدين في تطبيق حجر وصدف، هذا الشيء بده كثير صبر وكثير وقت. يعني بتاخذ هيك لوحه مثلا بتاخذ اسبوع واكثر لتخلص. خلينا نعرضها للوحه هي قد ايه ضلت معك؟ هي بتاخذ اسبوع لتخلص تقريبا أسبوع. يعني ايه، ولسه اذا لوحه اكبر بتاخذ او وقت اكثر، فهي بتاخذ اسبوع. الناس ما يعني ما بتقدر انه هيك لوحه ممكن انه تاخذ هذا الوقت كله. فشغلي بده صبر وبده جلد، بده طوله بال، بده وقت كثير فراغ اكيد. أيوة. طيب المادة الخام كمان احنا عم نحكي عن الحجر والصدف، كمان هاد بده صعوبة لانه اليوم هي ما انا مادة موجودة انا مزبوط. اقدر انزل جيبها من السوق. صح. الى اسواق جملة معروفة او لا، يعني هاد الشيء بيعني انه انت عندك زيارات متعددة للساحل، تختاري نوعية حجر معين. يعني انا شايفة الحجر الصغير، يمكن هاي اللوحة ما قدرنا نعرضها بشكل واضح، خليني اخذها اللي هي نوعية الحجر. طبعا ايه هلا اذا لاحظتي كل لوحه في لها اشكال محدده من الاحجار حسب انا شو بدي. انا كوني بنت الساحل بروح كثير على البحر، فبروح كل فتره انا بنقي الاحجار بايدي. طبعا بيساعدوني اهلي بالساحل، بوجه لهم تحيه لانه هن كان لهم فضل كبير الي بجمعولي لهون، بجمعولي بيساعدوني بنقوا لي صدف، بوجه لهم تحيه. فانا بنقي الحجر وبجيبه لهون وبطبق. كمان عم نشوف يعني انت مهتمه كمان شويه بقصص العين الزرقاء يلي بترد الحسد. صح. مثل ما بيقولوا اليوم يارا، يعني انت مثال لكل صبيه ممكن حابه تفتح مشروع لحالها او تشتغل شيء بالبيت او تنتج لحالها. يعني انت اليوم مردود مادي فيه من وراء هاي القصه، واكيد يعني هذا في افاده لك إليك ولا زباينك كمان، يعني هنا بنفس الوقت صح عم يدفعوا بس عم ياخذوا شيء مميز وباقي لكل عمر، يعني هون ما في اي شيء ممكن ينتزع او يخرب. صح. طب نصيحتك اليوم لكل صبيه حابه تبلش بمشروع او شو بتنصحيها لحتى انه تتخطى او على القليل نبلش؟ يعني نحن بنضل الصبايا بيضلوا يقولوا بدي الوقت المناسب، بدي كذا بدي كذا، في كثير صعوبات بيخلقوها. أنا بنصح كل صبية إذا عندها حلم أو طموح أو أي فكرة براسها إنه ما توقف، تتعب على حالها كتير، تجتهد بشغلها، تبتعد عن كل الآراء السلبية، تثقف نفسها دائما لأنه الثقافة كتير مهمة بأي شغل من الأشغال. يعني اللي كان بأفكارك أو بإصرارك بتعبك، الثقافة مهمة، وتآمن بنفسها. أكيد أكيد صحيح، هو شخص بس يأمن بنفسه بيقدر يعمل أي شيء. قبل ما نختم بدي منك اليوم، نحن عم نشوف يمكن كتير ناس مثل ما قلت بالبداية بتفكر أنا شو ممكن ساوي بقلب بيتي. هلأ أنا شايفة في شغلات بسيطة أنت قدرتي تعملي منها لوحة وشيء كتير مميز. قدي ممكن السيدة اليوم ببساطة تعمل شيء ببيتها مختلف حتى لو الإمكانيات المادية بسيطة، خصوصا نحن بشهر رمضان؟ صح. هلأ تنظيم الوقت كتير مهم. نحن ما فينا ننكر أنه الزواج والأولاد ورعاية الأولاد هو شيء كتير صعب وشيء يعني مهم ما نسهلي،
بس أي امرأة عندها هدف أو طموح أو مهارات فنية لازم تستغلها، لازم تنظم وقتها، لازم تعطي وقت لحالها. يعني لازم دايما يكون في هاي الحيز الوقت يلي هو إلي أنا مو لأي شخص تاني. لما بتبلش من هذا المنطلق بتنجح وبتصير تكبر شوي شوي. يارا يعني اليوم عطيتي هيك جرعة تفاؤل وأمل لكل سيدة أو لكل صبية إنه تبلش وما تخاف وتخاطر، أكيد. حتى ممكن إنه حتى لو فشلت ولكن أكيد يضل عندها يقين وإيمان إنه أنا رح أنجح بشي. ما بدنا نتشكر حضورك معنا لليوم ورمضان كريم عليك يارا. شكرا لكم، وبحب أشكر أنا أهلي بالساحل، بحب أشكر أهل بيتي، بحب أشكر أصدقائي جوا البلد وبرا البلد يلي عم بيدعموني وكان لهم فضل كبير بوصولي لهون. شكرا لكم ورمضان كريم. ونحن بنشكرهم اكيد لانه الداعم هن شيء كثير مهم بحياه اي فنان أكيد. او اي مشروع صغير. شكرا لوجودك معنا ورمضان كريم، ينعاد عليك وعلى عائلتك بالخير. وعليكم يا رب وعلى سوريا كلها. اهلا وسهلا.